مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج. يا ربي وين راحت ذا الخاتم؟ والله العظيم إنه غالي، جايني هدية من محيمي. نوير سم سم سم، ما شفتي الكبك حقي يومين أدوره؟ كبكك؟ أي واحد؟ الذهبي ولا الأصفر؟ والله ما أدري، كان غالي، عطوني إياه الدوام هدية يوم إني قربت أتقاعد. يوم قربت أتقاعد؟ إيه خلصت 20 سنة. طب أنا أدور خاتمي، لقيته؟ لا والله أدور بكل الألماس اللي شريت لي إياه ذيك السنة. إيه التقليد. إيه وشو؟ الألماس. الألماس وينه؟ ما شفته؟ أدور الكبك حقي ولا لقيته، ولا لقيت طيب المسباح حقي ما شفتيه. مسباحك؟ إيه؟ ليكون الكهرمان. اي والله وتبدي هذا تدري كم قيمته؟ حق جدي ذا غالي. تدري كم قيمته الحين لو بنبيعه كم يجيب؟ إيه؟ اصبر في طلبية طلبتها من المطعم، بعطيك فلوس بس ذا اصبر. وين الفلوس؟ وين الفلوس؟ محميد كان 1000 ريال تحت السجادة. ماشي 1000 ريال؟ اي والله 1000 ريال حطتها عند السجادة بالظرف. والله كانت بالظرف، والظرف حطته في نص الصالة. من في الدرامان؟ الدرامان الله يهديك يا الوير. وشو حتحط الدرام هني في نص الصالة؟ بسم الله عليك، وكبكك وين كنت حاطه انت؟ والله انك صادق، حطه في جيبك ولا حطه بالتجوري؟ والله اني حاطه. وتتذكر الساعة حقك اللي ضاعت عند المغسلة؟ عند المغسلة؟ اي والله. وذاك اليوم يوم ضيع ساعتك؟ يوه والله انها غالية، ساعة عرسي ذي 20 سنة معي. وابوك ذاك اللي ضاع اللي فيه بطاقة الاحوال واضطريت والله اني تمرمط وما غير حب خشوم وصايط عشان تقدر ترجع. واعلنت بالجريدة. واعلنت بالجريدة انت وخشكت. اي والله. طب بس والله انا اشتهرت. الجماعة يكلموني يا بشرس من الديرة، مالت يشافوني والله في الديرة، مالت عليك، دقين عليك تليفون يقول لك ضايع بطاقتك، اعلن على شيء ينسنع. والله شينا الحين شد برة، تتوقع في جني؟ مش جني الله يهدات حرامي طبعا هنا. والله الموضوع مو بحرامي الله يهدات، انت ذا البيت كل يوم جايين اسم خويات داخلين طالعي. اقول لا تتكلم عن خوياتي. وهذا الشغالات كل واحد جايبه شغالاتها معها. وش بهم الخدمات والشغالات؟ تقول كشخه، كل واحده كشخه. اي والله يونيفورم وردي واحمر واخضر واصفر، يعني حركات والله. وانت لبستها ذا الخلق. روب مشقق. روب مشقق؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، هذا موضه. والله والله لبس الخدم مرقعات اسمها مرقعات. ريحتها زيت فلبينيه، ما اعطيتها زيت هنود. زيت هنود؟ اي عشان شعرها ما غير طايح. الله انت تركت لي اغراض في نص البيت وانا تارك اغراضي يا بنت الحلال. الشهر ترى مو عليهم. على من؟ الشهر علينا احنا ترى. المال السعيب يعلم السرقه. صدق هو؟ اي والله. هذا اخر الكلام؟ حرص ولا تخون. ولا تخون. اي بعد اليوم ولا جن وما جن. يعني ابوه احد يمد يده. لا تهجسي ما بي. وين راح طب اغراضنا؟ اغراضنا الظاهر انه من ذا الشغالات اللي يجون، ولا من ذا النسوان اللي يجونت، ولا حتى من ربع اللي يجون. اجل اشتر لي تجوري ولا مفتاح الغرفة النوم عشان اقفل غريضاتي. اي خلاص نشتري ونهتم باغراضنا من اليوم رايح ما عاد نحذف فيهم. ودراهم نوير اللي بعطت سيام ترى ما عاد اعطيت صغيرهم لضياتي. تم. قفل الحلقه. مسلسل حميد ونوير مع إبراهيم الدوسري وهيلة الفراج.